الملعب ده يكون فريق من الفرق اللي وصلت للنهائي ده ملعبها، فده معناه ان انا محايد صح؟ وبعدين غير ولكن كده. ان انا استنى انتظر للمباراه النهائيه بالظبط واعرف طرفي المباراه النهائيه واحدد على لا طبعا. لو ما انا لسه كنت هقول لحضرتك ايه، لو انت محدد من البدايه قبل ما البطوله تبتدي خالص، ولكن حد فتح بقه، مع ان برضو غير مقبول، يعني غير مقبول طالما هتبقى مباراه واحده نهائيه، ما ينفعش انك تدي ميزه اللعب في الارض. بس انا لو مختار من الاول يا استاذ جمال، لو أنا مختار تبقى مقبوله من الاول خالص. ايوه قبل ما تبتدي قبل البطولة. البطوله او مع زي ما بدايه بتشوف في اوروبا، مع بدايه البطوله بتبقى متحدده. لكن ان انت تفضل منتظر لغايه ما الرؤيه بقت واضحه جدا وبعدين تيجي تقول هلعبها في المغرب، طيب ما اذا كنت هتعمل كده افتح الباب بقى لان الاهلي او مصر تتقدم، والجزائر تتقدم، وانجولا تتقدم. بالظبط كده، ادي بقى الاربع فرق هذا الحق. لو انت عملت كده يبقى انت يعني بتراهن على ان يبقى في حياد. انما الوضع بالشكل الحالي اعتقد مع كل الاحترام للاتحاد الافريقي لو عمل كده تبقى كارثه. هو طبعا ده مش هيحصل. يعني ان شاء الله ده مش هيحصل. واعتقد الاهلي برضو ابدا موقف رسمي طبعا، ووجه خطاب رسمي الى الاتحاد الافريقي بمراعاة هذا الامر. نعم. لانه غير مقبول. يعني احنا هنا مش بنتكلم على ان مين يكسب البطولة، بس الوضع الطبيعي مع كل الاحترام للوداد المغربي. لا لا لا، ملناش علاقة بالوداد. أنا ولا بالمغرب ولا زعلانين من المغرب خالص. لا لا لا، ملناش علاقة. احنا بنتكلم على احنا يعني هي لو كنت في مصر انا كنت هبقى لا طبعا. بالظبط، احنا بنتكلم على منطق منطق ومعقول. بالظبط، ايه المعقول وايه المنطق؟ ان هذه المباراة طالما لم يتحدد موعدها حتى الان، لا لازم يبقى مكان محايد بلا شك. مظبوط.